بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء اللي هنتكلم فيه النهاردة هو كاتاليتيك هيدروجينيشن. وهيدروجينيشن يعني هدرجة أو إضافة هيدروجين، وكاتاليتيك يعني باستخدام عامل حفز. تمام، فإيه هو تعريف الكاتاليتيك هيدروجينيشن؟ هو treatment with hydrogen in presence of catalyst. تمام، يعني بنضيف الهيدروجين بتاعنا على المركب باستخدام كاتاليست. الكاتاليست ده هيكون ميتال زي النيكل او الباليديوم او البلاتينوم، ممكن يكون كروم، ممكن يكون كبر، في انواع كتيرة من الميتالز ممكن تستخدم ككاتاليست. تمام، فلما يكون عندنا مركب مثلا وعندنا كربون دبل بوند كربون، نقدر نكسر الرابطة الثنائية دي ونضيف هيدروجين على كل كربونة، فدي بنسميها هيدروجينيشن. تمام، يبقى بيكون عندنا اصلا المركب في روابط ثنائية أو ثلاثية وإحنا بنضيف هيدروجين. في تعريف صغير ما يختلطش عليكم، هيقابلنا في السكة وإحنا بنتكلم، اسمه هيدروجينوليسيس. هيدروجينوليسيس يعني التحلل الهيدروجيني، فمن اسمه في تحلل يعني في تكسر، فهو cleavage يعني كسر of bond due to treatment with hydrogen. يعني إحنا بنيجي نضيف الهيدروجين لكن في نفس الوقت بنكسر رابطة أحادية بين الكربون وبين اي اتوم، سواء كربون وكربون تانية او كربون وهيتيرو اتوم. تمام، لو خدنا تطبيق على الكاتاليتيك هيدروجينيشن وازاي هي بتفيدنا في التفاعلات، فناخد senses of بيريميدين. ايه هو البيريميدين؟ البيريميدين ده مركب من حلقة سداسية، ذرتين نيتروجين، فاذا في هنا نيتروجين وهنا نيتروجين. تمام، البيريميدين ده مركب أساسي، أو الحلقة دي حلقة أساسية في تكوين ال RNA وال DNA، وبالتالي هو مركب مهم في الجينيتك انجينيرينج. فاحنا لو خدنا التحضير بتاعه، هنبدأ التحضير باليوريا، ادي NH2 رابطة C double bond O و NH2، ادي اليوريا. تمام، وهنفعلها مع داي اسايل مالونيت، ادي اليوريا وادي الداي اسايل مالونيت. تمام، طبعا بالنسبة للنومنكلتشر ما تحسوش ان هي مشكلة، اذا ناسي حاجة هتلاقي في فيديوهات للنومنكلتشر تفكرك ازاي تقدر تسمي المركبات بسهولة. تمام، فتقدروا ترجعوا ليها على القناة هتلاقوها ان شاء الله. فهنفعل الاتنين دول مع بعض باستخدام الصوديوم ايثوكسايد. تمام، يبتدي يطلع لنا الايثانول ماينس ايثانول من المركب، الجزيئين دول هيبتدوا يسحبوا هيدروجينة من اليوريا. تمام، هتبتدي تكون لنا حلقة هنكتبها بالشكل ده، عشان تشوفوا ازاي ارتبطت ببعضها. تمام، فأدي حلقة سداسية فيها اتنين نيتروجين. تمام، والباقي كاربونز. تمام، المركب ده بيكون في حالة اتزان، بحيث ان ال اتش دي تقدر تعمل شيفت وتيجي عند الاكسجين ويبقى شكله كده. تمام، فاحنا كده قربنا جدا للمركب اللي احنا عايزين نحصل عليه. تمام، بعد كده بنضيف BOCl3 ويبتدي ينتج لنا المركب بتاعنا. بعد ما حولنا ال OH's ل Cl
بنقدر نتخلص من Cl دي بهيدروجيناليسز زي ما احنا لسه قايلين، يعني هنضيف هيدروجين في وجود باريديوم، فده هيؤدي الى ان الرابطة بين الكربون والكلور هتتكسر ونحط بدل الكلور هيدروجين. تمام، فادي المركب بتاعنا حصلنا عليه البيريميدين، حضرناه من استخدام اليوريا والداي ايثايل مالونيت. تمام، اخر خطوة استخدمنا فيها الهيدروجيناليسز، عملنا تريتمنت للمركب بتاعنا باستخدام الهيدروجين وفي وجود كاتاليست، وقمنا بكسر الرابطة اللي بين الكربون والهيتيرو اتوم. تمام، وضفنا بدلها الهيدروجين. تمام، يبقى ادي تحضير البيريميدين. هناخد تفاعل كمان هو synthesis of polypeptides، وطبعا كلمة بولي يعني عديد او متعدد، بيبتايد البيبتايد هو بيبقى تشين من الامينو اسيد. تمام، والبروتينز اللي احنا عارفين طبعا اهميتها دي عبارة عن تشين من الامينو اسيدز، او بتبدأ من اكتر من 50 وحدة من الامينو اسيدز، فالبروتينز هي بولي بيبتايد. تمام، فلما نيجي نحضر البولي بيبتايد بنبدأ بالكربون مونوكسيد نفعله مع الكلور، طبعا الاثنين دول جازس، في وجود الاكتف كربون، كربون نشط عند 200 درجة مئوية. تمام، بيبتدي يتكون لنا الفوسجين، طبعا الفوسجين ده colorless gas و very toxic. نبتدي نفعل الفوسجين ده مع بنزايل الكول، فاذا خدنا ده وفعلناه مع بنزايل الكول C6H5CH2OH. تمام، فبيخرج لنا ال HCl، الكلور مع الهيدروجين دول بيخرج لنا، نعمل كده minus HCl، وابتدي يتكون لنا كربوبنزوكسي كلورايد، فادي C6H5CH2OCOCl. تمام، المركب ده نفسه نقدر نفعله مع الجلايسين، والجلايسين ده اللي هو اصغر امينو اسيد، ادي امينو يبقى NH2CH2 اسيد يبقى COOH، فده اسمه جلايسين، وده اصغر امينو اسيد، اصغر يونت. تمام، لما نبتدي نفعلهم مع بعض برضو الكلور دي بترتبط بالهيدروجين دي ويطلعوا. تمام، يبتدي يتكون لنا C6H5CH2OCONHCH2COOH، وده طبعا اسمه كاربو بنزوكسي جلايسين. تمام، نبتدي نفعله مع BCl5، فنبتدي نستبدل ال OH دي بالكلور. تمام، فينتج لنا C6H5CH2OCONHCH2COCl. تمام، هنعمل خطوة إضافة جلايسين مرة أخرى، فبرضو Cl هتبتدي ترتبط بالهيدروجين، وابتدى عندنا يكون تشين. تمام، فما زال عندنا المركب في البداية زي ما هو، لكن عمالين نضيف أمينو أسيد جديدة، تبقى C6H5CH2OCONH C
H2 NH C H2 COOH. فلو عملنا هنا hydrogenolysis أضفنا الهيدروجين في وجود البليديوم، فاللي بيحصل ايه؟ ان احنا بنكسر الرابطة دي ونكسر الرابطة دي، تمام؟ فيبتدي يكون لنا هنا التولوين كباي برودكت، ويكون لنا هنا CO2 برضو كباي برودكت، ونحصل على البرودكت الاساسي بتاعنا اللي احنا عايزينه اللي هو الداي بيبتايد. اصبح عندنا سلسلة من اتنين من الامينو اسيد، فبنسميه داي بيبتايد، يبقى NH2 CH2 CO NH CH2 COOH، تمام؟ فنفس الفكرة تقدر تستخدم الامينو اسيد اللي انت عاوزه، تمام، وتحصل على التشين اللي انت عايزه، تمام. يبقى دي طريقة تحضير البوليبيبتايد. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل بعض التفاعلات، وهنتكلم على الرياكتيفيتي بتاعة الفانكشنال جروبس من حيث قابليتها للهيدروجينيشن، تمام، ازاي بيحصل لها ريدكشن. ففي معدل تقريبي للنشاط، ان بعض المجموعات بتختزل اسرع من بعض المجموعات، فالسلكتيفيتي دي بتهمنا في التفاعلات، تمام.